دماء شبابية من معظم بلديات ومناطق حوض مرزق التحقت بالدورة التدريبية التي نظمتها شعبة التدريب في منطقة مرزق العسكرية بمقر المنطقة فتراغن تحت إشراف مباشر من أمير المنطقة العميد سعد مصباح الجبلاوي. الدورة تهدف إلى إعداد نواة محلية متميزة من كوادر القوات المسلحة في حوض مرزق للقيام بمهام التدريب والإدارة والإسعافات في الميادين الحربية. طبعا هذه تعتبر أول نواة لنا في منطقة مرزق، ونشكر الطاقم التدريب من ضباط وضباط صف ومعلمين على هذا المجهود اللي بادلين لتخريجهم بأكمل صورة، وإن شاء الله يكون في دفعات متتالية، وهذه باعتبارها كنواة أولى بالرغم أن قلة الإمكانيات. بإمكانيات ذاتية محدودة وضع المدربون من ضباط وضباط صف المنهج التدريبي للدورة وأهم جوانبه التي تشمل مهنة الميدان والإسعافات واستخدام الخنادق الحربية والمداهمات والمهارات الخاصة للقوات المسلحة. هذا جهد كبير بذلتوه أنتم، تعتبروا الدفعة الأولى أو النواة الأولى لمنطقة مرزق العسكرية للقوات المسلحة العربية الليبية، والفضل طبعا يرجع لله سبحانه وتعالى ثم لضباط المنطقة وضباط الصف والجنود والمعلمين الذين بادلين جهد كبير. نشكر زملائي أولا، وأشكر معلمين، وأشكر أمر المنطقة اللي بذلوا هذا الجهد في فتح هذا المعسكر التدريب، ونشكر كل من ساهم في هذا العمل وبارك الله فيهم. هذه الدورة تستمر حتى نهاية شهر مارس ليلتحق الخريجون بوحداتهم كل حسب اختصاصه الإداري أو الفني أو التدريبي، ولتبدأ مرحلة تحديث لمنطقة مرزق العسكرية. لـ 218 محمد السعيد علي، تراغن.